الحاجه الاولى اللي غنتكلموا عليها هي واحد التعريف ديال المختبرات التحاليل الطبيه. شنو هي المختبرات ديال التحاليل الطبيه؟ شنو هما الشروط اللي خاصها توفر فيها؟ في المحور الثاني غنتكلم على المسائل القانونيه القوانين المنظمه بالمهنه، شنو هو الاطار القانوني اللي كنشتغلوا فيه. فكيف كتشوفوا الغرض من هذا اللقاء هذا هو اللي كتنظموا الغرفه النقابيه للاحيائيين، فهو لقاء تواصلي كنتوخاو من خلاله اننا نتواصلوا مع الراي العام عبر المنابر الاعلاميه اللي كتمثلوا، باش نحاولوا نوضحوا للراي العام المغربي والمواطنين المغاربه واحد المجموعه ديال الامور وواحد المجموعه ديال الاسئله اللي تداولوها حول المختبرات ديال التحاليل الطبيه، ولا سيما في هذه السنتين الاخرى في اطار الجائحه ديال كوفيد 19، حيث تداولت مجموعه ديال المنابر الاعلاميه ديال مواقع التواصل الاجتماعي واحد المجموعه ديال الامور ربما كان فيها سوء تفاهمات، كانت فيها بعض الحقائق ولكن كانت فيها ايضا واحد كثير من المغالطات. الغرض ديالنا هو انه بدون لغه خشب وبكل وضوح نتكلموا على شنو هي هذه المختبرات ديال التحاليل الطبيه، شنو هو الاطار القانوني اللي كيأطرها، شكون هما الناس اللي كيشتغلوا فيها، شنو هما المؤهلات ديالهم، شنو هي الخدمات اللي كيسديو للمواطنين، شنو هو الدور اللي لعبته هذه المختبرات التحاليل الطبيه لا في اطار الازمه ديال الكوفيد ولكن اللي كتلعبوا خارج الاطار ديال الازمه ديال كوفيد 19 مع المواطنين المغاربه. غادي نتكلموا حتى على المساله ديال الكوفيد 19، شنو هو الدور اللي لعبت فيه، شنو هو كيفاش كتم تحديد الاسعار ديال التحاليل الطبيه وكيفاش كتحدد هذه الاسعار حتى ديال تحاليل الكوفيد، لانه ربما كان واحد اللبس واحد المعلومات اللي ما كانتش واضحه في هذا الاطار هذا. فاحنا الغرض ديالنا من هذه الندوه التواصليه هو انه نمكنوا المواطن المغربي انه يستوعب الدور الطلائعي اللي كتلعبوا مختبرات التحاليل الطبيه. خصكم تعرفوا ان التحاليل الطبيه كتكون هي اساس في 60 حتى 70% ديال التشخيصات او القرارات الطبيه ديال العلاج اللي تبنى على اساس فحوصات مخبريه او تحاليل طبيه. فهذا واحد التخصص طبي يشكل حلقه اساسيه في المنظومه الصحيه ديال المواطنين، وبالتالي خاص المواطنين منين يولجوا لهذه الخدمه هذه يولجوا لها على بينه من امرهم، ويكون عندهم وعي بالاهميه ديالها، وتكون عندهم واحد الثقه ما بينهم وبين هذا المهني اللي كيمشيو لعنده. وهذا هو الغرض الاساسي، لانه كاين واحد المشروع ملكي طموح هو المشروع ديال تعميم التغطيه الصحيه اللي لازم ان جميع الفرقاء والمهنيين ديال الصحه يتخذوا فيه الدور الطلائعي ديالهم ويلعبوا دورهم فيه، لانه مشروع طموح، لانه مشروع غيحقق طفره كبيره في الواقع الصحي ديال المغاربه. ولهذا احنا كنظنوا انه التنزيل ديال هذا المشروع كيستلزم بناء علاقه ديال الثقه وديال الاحترام المتبادل مع المواطنين، وهذا هو الغرض ديالنا من هذه الندوه الصحفيه اللي كنتمنوا من خلالها اننا نوصلوا واحد المجموعه ديال الافكار ونرفعوا مجموعه المغالطات بالنسبه للراي العام المغربي. هو في اطار لقاءات تواصليه التي تنظمها الغرفه النقابيه للتعريف بدور المختبرات الطبيه، دورها في المنظومه الصحيه المغربيه، وثالثا لرفع بعض المغالطات وتوضيحها. رابعا نحن في التعريف أيضا في إطار المبادرة الملكية لجلالة الملك لتعميم التغطية الصحية، دور المختبرات في هذا المجال هي مثلا مغالطات الأثمنة. المختبرات ليست هي التي تحدد الأثمنة، الوزارة الوصية هي التي تحدد الأثمنة، وهي منشورة منذ وقت طويل منذ التسعينات في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وللأمانة العامة للحكومة. نحن محكومين بالتعريف الوطنية ما يسمى بالنوموكلاتور، دونك ليس لا الإحيائي ولا المختبر هو الذي يحدد الأثمنة. هي بالنسبة إلينا تجديد، أو نحتاج أن يواكب القوانين المنظمة لهذه المهنة التطورات العلمية. مثلا كنا نتحدث منذ قليل على البلاتو تكنيك. البلاتو تكنيك احنا بقي عاد ليس لدينا مؤطر قانوني يسمح لنا بتكوينها. ايضا الصفة التي نمارس بها مهنتنا، نمارس مهنتنا كأشخاص وليس كشركات. للتطور الذي تقوم به الذي يمس مهنتنا نحتاج الى اطر اخرى لممارسه مهنتنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.